موسكو نفذت تهديدها، قطعت امدادات الغاز عن فنلندا، وذلك على خلفية رفض هلسنكي تسديد المدفوعات المستقبلية في عقد التوريد بالروبل بدلا من اليورو. فنلندا بدورها عبرت عن أسفها للقرار الروسي، لكنها أكدت أنه لن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز. مع الخطوة الروسية الأخيرة أصبحت فنلندا أحدث دولة يتم قطع إمدادات الطاقة الروسية عنها بعد بولندا وبلغاريا. فالبات الغاز هو سلاح موسكو للضغط على الغرب. إلى أي حد يمكن لأوروبا الاستغناء كليا عن الغاز الروسي؟ هل يمكن لموسكو أن تقطع الغاز بشكل كامل عن مشتريها الرئيسيين في المستقبل؟ نبحث في هذا الملف مع ضيوفي، أرحب بهم من موسكو كبير الخبراء في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانيسلاف ميتراخوفيتش، ومن جنيف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف دكتور حسني عبيدي، ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن ريتشارد تشاستي. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ مع دكتور حسني عبيدي، يعني نشرح المشهد بشكل ملخص ومبسط. هنا معضلة الغاز معضلة ذات طرفين، في من يبيع وفي من يشتري ويستهلك. طيب إلى أي درجة فعلا تستطيع روسيا أن تستمر في تهديداتها وقطع الغاز؟ لأنه الآن الكميات اللي تم وقفها ليست كبيرة جدا، لكن إذا ما استمرت روسيا في قطع الغاز ستتضرر أوروبا، لكن ألن تتضرر روسيا لأنها ستفقد هذه الأموال؟ ما رأيك؟ من المؤكد أن روسيا يعني ستفقد جزء كبير من عائدات بيع الغاز، لكن ليس بذلك الحجم الذي يمكن أن يؤثر سلبا على الخزانة الروسية في الوقت الحالي، لأن في نفس الوقت هناك خفض لصادرات الغاز إلى مثلا دول معينة. في إيطاليا مثلا هناك 40% من الصادرات الروسية يعني زادت عن ما كانت عليه قبل الحرب على أوكرانيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك قضية قانونية بحتة، وهي قضية مدى حق كل دولة من أجل أن تعطي شروط جديدة، ثم كذلك مثلا قضية التعامل بالروبل اعتبارا بأن الغاز هو سلعة استراتيجية لكن كذلك سلعة سياسية، وبالتالي قضية أنه وقف الغاز لأن فنلندا لم تدفع بالروبل أعتقد هو جزء فقط من المشكلة. الجزء الثاني هو قضية انضمام أو طلب انضمام فنلندا للحلف الأطلسي. نقطة أخيرة، أنه أي دولة يعني مصدرة الغاز حتى وإن كانت روسيا باعتبار أنها يعني هي فعلا يعني تسيطر على كميات كبيرة من الغاز، من مصلحتها أن تبقى كدولة لديها مصداقية. هي في النهاية صحيح هي قوة سياسية، لكن في نفس الوقت هي مصدر للغاز، والسوق العالمية تحتاج إلى دولة لديها مصداقية. لكن للأسف رأينا كذلك أن السوق كذلك يعني تتكيف بطريقة أخرى، وأنه كلما رأينا مشكلة سياسية كلما أسعار الغاز قفزت، وهذا بالتالي في مصلحة الدول المصدرة للغاز وليس أبدا في مصلحة الدول التي تستورده، لأنها فقدت جزء من الغاز والأسعار زادت عما كانت عليه في السابق. طيب سأذهب إلى موسكو سيد ميتراخوفيتش، ممكن تشرح لنا الطريقة التي يتم بها الآن بيع الغاز بالروبل؟ لأنه كيف تحصل روسيا على هذا أو يعني الدولة التي تشتري الغاز كيف من أين ستؤمن هذا الروبل؟ ثانيا الروبل يشهد تقلبات كبيرة في سعره، لا أقول أنه يهوي الآن، لا بات سعره أعلى بكثير من سعره المعتاد، فهل هذا يزيد من السعر على المشتري للغاز إذا أراد أن يدفع بالروبل؟ كلا، لن يؤثر هذا على أسعار الغاز، لأن نظام التسعيرة لا يزال مستندا إلى الدولار واليورو كركيزة له. لذا فإن هذه الدول الشارية من أي الدول الأوروبية لا تزال تدفع بقيمة اليورو، ولكن التبادل سيتم باليورو، وعندما يتم تبادل هذه اليوروات بالروبل عن طريق بنك الغازبروم
سيكون سعرا نهائيا، فلا مشكلة هنا على الإطلاق، لأن الإدارة الأمريكية تقول أنه وجهة النظر الأمريكية تجبر على البيع وشراء باليورو، بينما نحن وجهة نظرنا بالروبل. لذا فنحن فقط نموه عملية البيع والشراء عن طريق الروبل، ولكن القيمة لا تزال باليورو. فعندها حسابان، حساب باليورو والحساب الآخر بالروبل، ولهذا فإن تسعيرة مرة أخرى لن تتغير، لأن الفكرة الرئيسية هو أنهم لا يزالوا يدفعون حسب الاتفاقات المبرمة، والعقود هذه المستندة على عملات أجنبية. ولكن في هذه الحالة لن تتمكن السلطات الأوروبية من أن تؤذي اقتصاداتنا ومصارفنا، لأن بإمكاننا أن نحمي نفسنا عن طريق الدفع بالروبل من أي عقوبات محتملة، أي أن العقوبات لن تستطيع أي أو لن تستطيع أن تمرر السيادة أو القرارات الأوروبية السلطوية علينا. أظن أن الروبل قوية الآن بسبب سيطرة الدولة على الأمر، وللأمر جانبان سلبي وإيجابي. هذه الإجراءات القوية تجري الآن بسبب الظروف الاستثنائية، وبالطبع بعض الأمور يسهل التعامل معها خلال هذه الفترة، فليس هناك ذعر في السوق الروسية بسبب قوة الروبل. نعم. طيب، هنا سأذهب إلى واشنطن دكتور ريتشارد تشاسلي. أيضا يعني حتى الآن بعد مرور كل هالفترة من تطبيق العقوبات الغربية على النفط والغاز الروسي والدعوات لمقاطعتها من قبل أوروبا وأمريكا، هل آتت هذه العقوبات ثمارها؟ هل هي عقوبات تساعد أو سلاح بيد الغرب، أم أنه لا، سلاح بيد موسكو التي أصبحت الآن تستفيد من هذه العقوبات، هي تفرض العقوبات بدلا من أن تفرض عليها؟ Well, in the case of the United States, فنحن نستورد فيما يتعلق بالكمية الكلية والإجمالية للنفط بين 1-3% يأتينا من روسيا، فليس الكثير يأتينا منها، فهي حركة رمزية لا أكثر بين الدول. أما في حالة أوروبا، فالقارة الأوروبية تستورد كميات كبيرة من الغاز ومن النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وبينما الفكرة كانت هنا هو أن تقطع الإمدادات وتخفض بالنصف بحلول نهاية العام، وكان هذا هو التطلع. أظن أنه من المهم أن نتذكر هنا أمران، هنا أن ما نراه هنا هي أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية فيما يتعلق بالنقاشات مع رئيس فنزويلا، وأظن أن هناك أيضا تواصل حسب ظني مع رئيس البرازيل أيضا في محاولة ردم الفجوات فيما يتعلق بإيصال الطاقة للقارة الأوروبية. ولكن الأمر والنقطة الأخرى المهمة التي يتوجب علينا تذكرها هنا فيما يتعلق بالأنظمة الموضوعة، كنا عشنا هذه الفترة السابقة في أعقاب حرب أكتوبر 74، فكانت هناك اتفاقية في 1974 أبرمت حينها لضمان أن النفط والطاقة لن يستخدم كسلاح سياسي كما حصل قبل الحرب في الشرق الأوسط. لذا فهناك عدد من الإجراءات الموضوعة لحماية أو نظم الحماية والتي لها سوابق تاريخية حصلت قبل عقود سابقة. لذا فأظن أن أحد الأمور أنها نعم أثرت على القارة الأوروبية، ولكن أحد الأمور التي يحاول الأمريكيون القيام بها بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين هو محاولة إيجاد طرق أخرى بديلة للإمدادات لمحاولة الالتفاف حول وتقليل الأثر والوقع. دكتور ريتشارد، دعني يعني نتحدث عن هذا الموضوع، البدائل والإمدادات الأخرى. دكتور حسني عبيدي، إذا عدت لك في جنيف، هنا
بدأنا نرى إرهاصات، تحركات للدول الأوروبية من أجل تعويض الغاز الروسي. إيطاليا ذهبت إلى الجزائر مثلا، هناك تركيا تحاول أيضا، وبريطانيا استخراج غاز من كردستان العراق، المغرب أيضا يعني وإن كان يعني بشكل آخر من نيجيريا عبر سلسلة من الدول. بدأت هذه المشاريع تتحرك حتى في شرق المتوسط. هل يمكن لهذه المشاريع فعلا أن يكون هناك دعم سياسي قوي وأن تكون بديل، أم أن الموضوع تأخر كثيرا في يعني البحث عن بديل للغاز الروسي؟ يعني الأستاذ يوسف، من الصعب جدا الحصول على كميات من الغاز يمكن أن تفي بالغرض، يعني لا يمكن في النهاية تعويض إذا وصلنا إلى مرحلة الاستغناء النهائي، وأعتقد لن نصل، لأن كما تعلم سيناريو الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول الأوروبية يقول بأنه سيمكن التخلي عن الغاز الروسي في 2027، بداية 2027، وهذه مدة كبيرة. إذا أخذنا فقط دولة واحدة وهي ألمانيا القاطرة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، تبعية ألمانيا لروسيا 43%، ولذلك هناك معارضة كبيرة في ألمانيا لمسار التخلي عن الغاز الروسي، بالإضافة إلى إيطاليا وبالإضافة كذلك إلى المجر. فأعتقد أنه القول بأن البدائل متوفرة يعني أمر فيه يعني تفاؤل كثير وخارج عن الواقع، لأنه لا يمكن لكل الدول التي تفضلت بها، سواء الجزائر، سواء كذلك دولة قطر، سواء كانت الأبحاث الجارية الآن في شرق المتوسط، أن في نهاية أن تعوض هذا الغاز، لأن أولا لأنه قريب جدا، لأنه لا يحتاج إلى أشغال جديدة، أما الدول الأخرى فلا بد من استثمارات أخرى ضخمة، لا بد من كذلك من وسائل لإيصال كبناء مثلا بعض الموانئ وإن كانت إسبانيا متوفرة عليه. هذه القضية، ولذلك روسيا تعلم جيدا بأنه من الصعب، بأن الاتحاد الأوروبي متورم، من الصعب جدا الآن القول بأن أوروبا يمكن أن تصل للاكتفاء الذاتي بالتعويل على دول أخرى. هي يمكن أن تصل لكن ليس في الأجال القصيرة، وروسيا لديها في النهاية تحديات سياسية وتريد فعلا أن تحس أوروبا بمدى تبعيتها ومدى أهمية الإمدادات الروسية في هذه الفترة بالضبط الوجيزة التي لا يمكن لروسيا، عفوا الدول الأوروبية، أن تجد بديلا على الغاز الروسي. طيب سأعود إلى موسكو مجددا. سيد متروخوفيتش، هل يعني عندما تقطع روسيا الغاز عن فنلندا، عن هنغاريا أو بلغاريا أو حتى بولندا يعني مثلا وأوكرانيا وغيرها، من أين ستعوض الأموال التي تفقدها من هناك؟ هل الهند أو الصين ممكن أن تكون معوض كافي يعني لهذه الخسائر المالية؟ لأن روسيا اعتمادها الأساسي في الدخل على النفط والغاز بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى بعض الصناعات طبعا، لكن خسارة الزبائن مشكلة، وإذا ما هؤلاء الزبائن وجدوا بدائل فإنهم لن يعودوا مستقبلا إلى الغاز الروسي. ألا تحسب موسكو حساب هذه النقطة؟ بالطبع موسكو يتوجب عليها أن تأخذ هذه الأمور بعين الحسبان، فليس هناك أي طريقة أخرى لتلافي وتجاهل هذا الأمر. ولكن ما الذي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار؟ أنه حاليا هناك اتفاقية تجارة جارية مع أوروبا، ولكن نحن لا نرى نهاية أو لا نرى حدا أو عقوبات موضوعة على استيراد الغاز والنفط. هناك بعض الاستثناءات فقط التي خرجت خارج الاتفاقيات، مثل بولندا وفنلندا وبلغاريا، وأظن أن الشركات من الدول الأخرى ستقوم بالدفع بالروبل حسب النظام الجديد للدفع الروسي، والذي فيه حساب باليورو وحساب بالروبل. وأما الأسعار فالأسعار في ارتفاع، فأسعار فالغاز الآن مكلف للغاية، وخسارة روسيا لبعض الغاز المرسل لأوروبا يمكن تعويضه من خلال البيع لمشترين آخرين. وبالنسبة للصين والهند الذي ذكرتهم،
فسيأخذ الوقت وقتا لإيصال إمدادات الغاز إلى هاتين الدولتين. بالطبع هما دولتان مهمتان من ناحية الاستهلاك الطاقي، فكليهما سويا هناك أكثر من 2.5 مليار شخص يقطنانهما يحتاجون جميعهم إلى الطاقة بالطبع. وبالنسبة للنفط فالنفط وإرساله إليهم سيكون من السهل القيام بذلك، أما الغاز فستطلب الأمر سنوات عدة لإنشاء شبكة تحتية من الأنابيب. حاليا تستطيع روسيا إرسال كميات إضافية من الغاز إلى الصين والهند، ونفس الأمر سيحصل في أوروبا. سيحتاجون أيضا إلى بضع سنوات، أي لربما عقد، ليتأقلموا معه ويتكيفوا مع هذا الوضع الجديد. كلا الطرفان يحتاجان وقتا للقيام بذلك. طيب سيد أو دكتور ريتشارد تشاسدي، بالنسبة للولايات المتحدة هنا عندما يعني تطالب حلفائها في أوروبا الذين أنت أيضا ذكرت بأنهم تأثروا من هذه العقوبات ومن الموقف هنا أكثر، هل يمكن لأمريكا أن تعوضهم؟ لأنه واضح أنه في إمكانية أن إرسال غاز أمريكي إلى بعض الدول على الأقل، يعني ليس الكل بالطبع، لكن ممكن تعويض البعض. هل هذا ممكن أولا؟ هل في شبهة استفادة اقتصادية أمريكية على حساب الغاز الروسي من خلال بيع هذا الغاز لأوروبا؟ لأنه يعني البعض قد يرى في ذلك استبدال وأنه هاي مسألة تجارية، فما الذي يمكن أن تفعله أمريكا في مقابل هذا الموقف لحلفائها في أوروبا؟ أظن أنه على المدى هناك مدىين قصير وبعيد. على المدى القصير والمتوسط يمكن للولايات المتحدة بالمشاركة مع الدول الأخرى، أي بما في ذلك الدول الأقرب لأوروبا مثل دول الشرق الأوسط، في محاولة التعويض عن النقص أو في إمدادات النفط الروسية. لا أظن أنها نظرية مؤامرة من أي نوع. فالولايات المتحدة تقوم بإرسال النفط وهي موردة، ويمكن للولايات المتحدة المساهمة، ولكنه ليس بالأمر الذي يمكنك أن تقومون به بضغطة زر عبر شركاتها مثل شل وغيرها. فموضوع تعويض الإمدادات سيتطلب أشهر وسنوات عديدة لجعل هذا الخيار خيارا عمليا. وأظن أن أحد الأمور التي نراها حصلت هنا فيما يعنى بقطع الإمدادات فنلندا كما حصل مع بولندا هي إجراءات عبارة عن إجراءات رد فعل وانتقام بسبب العقوبات التي وضعتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا. لذا هذا هو ماهية الأمر كله. هذا أمر يتوجب علينا أن نفكر به على أنه رد فعل انتقامي لا أكثر. وأظن أن فنلندا والسويد وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي هو أمر هو كنوع من الردع في المستقبل للأنشطة العسكرية الروسية، ولكن ليس هناك أي نظرية مؤامرة من أي نوع. وأظن أنه أمر مهم، ولكنه تحول تدريجي بالنسبة للإمدادات الطاقة الأوروبية والذي سيكون أوضح على المدى البعيد. طيب لو ذهبت إلى موسكو مجددا سيد متراغوفيتش باختصار بس، يعني هل الآن موسكو تدرك بأنه العالم يتجه إلى الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، وأنه خلال هذه 3-5 سنوات القادمة إن لم تبع أكبر كميات من الغاز فأنها ربما مستقبلا لن تستفيد كثيرا، وأنه أسعار الغاز ستعود للانخفاض؟ يمكن أن يحصل الأمر، لأن الأمر يعتمد على أسباب كثيرة. قطر أرى أن الكثير من الدول والكثير من الوفود الآتية إلى الدوحة على مدى الشهر والنصف الماضيين لفهم أن هناك حاجة لاستخدام الغاز لعقود من الآن، ودعم
قائمة أعمال أهداف التنمية المستدامة تعترف بأن هذا التحول والانتقال التدريجي لن يحصل بين ليلة وضحاها، والجميع في قمة المناخ في غلاسكو اعترفوا بأنهم سيقومون بالتخلي عن الغاز وموارد الطاقة الأحفورية وأنهم لن يستثمروا في الأمر، ولكننا نرى الأمر المناقض الآن حاصل تماما. فهناك الكثير من الاستثمارات في الوقود والطاقة الأحفورية. أظن أن انخفاض لاحتياجات النفط قد يحصل، ولكن للغاز الاحتياجات ستستمر على عقود من الآن، والأمر نفسه لروسيا والولايات المتحدة وقطر وغيرهم من المنتجين. دكتور حسن عبيدي، برأيك هل يمكن وصف ما يحدث الآن هو بدلا ما أن يكون السياسة وين وين أو فوز فوز، هي الآن أصبحت لوز لوز، تدمير تدمير، الأطراف الآن تخسر وتخسر غيرها فيما يتعلق باستخدام الغاز كسلاح أو العقوبات في مقابل الغاز، إلى أي مرحلة أو إلى أي درجة ممكن العالم أن يستحمل هذا الصراع بهذا الشكل في التحديد؟ لأنه بالإضافة إلى الغذاء، الطاقة وخصوصا الغاز، الأسعار عندما ترتفع مشكلة للكل. هل في طرف، يعني هل هي معركة عض أصابع ولازم طرف يبدأ البحث عن حل، أم أنه يجب لآخرين أن يبدأوا البحث عن حل لهذه الأزمة؟ أعتقد فعلا أننا نشهد يعني انتكاسة كبيرة لمبدأ التجارة الحرة العالمية والذي عملت عليها الدول منذ فترة، يعني منذ ما يسمى باتفاقية التجارة الحرة الجات التي تحولت إلى منظمة التجارة العالمية. الآن نرى فعلا هناك استعمال واستغلال سياسي مباشر لسلعة مهمة مفروض هي تكون سلعة مهمة بالنسبة للنمو الاقتصادي وكذلك للازدهار العالمي. يمكن أن أقول أن روسيا يعني كانت تعتبر صديقة للبيئة باعتبار أن الغاز وفر على قضية استعمال الفحم. الآن أوروبا بكل حركات البيئة الآن رجعت إلى الفحم. الغاز الصخري الذي يأتي من الولايات المتحدة كما تعلم كذلك مكلف جدا للبيئة، فبالتالي هناك قبل كل شيء انتكاسة للبيئة، رغم أن يعني رغم كل هذه الحركات التي تدعو إلى الحفاظ على البيئة، لكن للأسف هذه الأزمة وصلتنا إلى في النهاية ورجعتنا إلى الوراء. نقطة ثانية كذلك خسارة كبيرة خاصة للدول المتضررة. أعتقد أنه الولايات المتحدة لن تخسر الكثير، أوروبا كذلك يمكن لأن لديها قدرة كبيرة اقتصادية على امتصاص في النهاية التضخم وكذلك حتى امتصاص النقص في الغاز والنفط الروسي. لكن الدول الأخرى التي متعلقة التي تستورد النفط والغاز، دول العالم الثالث، يعني تتضرر كثيرا وبدأت أصلا تتضرر كذلك من قضية الغذاء العالم، قضية الحبوب التي أشرت إليها والتي مرتبطة أصلا بهذه الأجواء المتأزمة. لكن فللأسف لا يوجد هناك أي رابح، هناك فقط خاسرين، والخاسرين بدرجات. يعني هناك الذين سيخسرون كل شيء، وهناك خوف فعلا بأن نشهد ربما انتفاضات للخبز، أن هناك ثورات انتفاضات، لأن في النهاية المستوى الاقتصادي والمعيشي سينخفض كثير. النمو الاقتصادي الذي رأيناه في السنوات الأخيرة الآن أصبح في انكماش، ولذلك أعتقد بأن هذه الأزمة للأسف لن تترك أي رابح، وتحتاج أعتقد تدخل من الخارج، لأن في النهاية هذا معركة يعني المعركة الكبيرة تحتاج في النهاية إلى ربما لمقاربة دولية، مقاربة أممية. يعني للأسف الآن كل دينامية أو دينامية الدبلوماسية أصبحت معطلة، يعني لا نرى أي دينامية لحل الموضوع. الآن نحن في شكل تصاعدي، وهذا هو المخيف. يعني عندما دولة مثل روسيا توقف الغاز، هي تعلم جدا بأن هذا الغاز مهم، مهم للكهرباء، مهم للمستشفيات، مهم للحركة الاقتصادية، ودون القول بأن ربما هو هذا مضر، لنذهب إلى مثلا قضاء إلى محكمة. ولذلك فنلندا قالت وهي محقة بأنه يجب أن نذهب إلى القضاء، القضاء هو الذي سيحل هذه المشكلة. هذا هو للأسف أعتقد هذه تداعيات هذه الأزمة. هو حتى الآن يعني قطع الغاز كان عن دول ربما تستطيع أن تتدارك الموضوع. فنلندا يعني تعتمد على 5% فقط من احتياجاتها على الغاز الروسي حسب ما يعني الأرقام التي تأتينا، وبالتالي لم نصل إلى يعني مواجهة كبيرة هنا. سأسأل سيد متراخوفيتش ربما في النهاية،
هذه قطع الغاز عن فنلندا ممكن يكون سهل، عن بولندا ممكن يعني لاحتياجات عسكرية، لكن عندما يأتي الموضوع على ألمانيا، على يعني ناس أو مشترين وزبائن كبار، هل ستكون الآلية هي نفسها وتتعامل روسيا مع الكل كأنهم واحد؟ وهل تخشى موسكو أن الحرب تدمر أنابيب الغاز التي تمر عبر أوكرانيا؟ لأنه أيضا يبدو أن الكل يحاول أن يحافظ على خطوط حمراء، لكن إذا الأمور تجاوزت الخطوط الحمراء فلا يمكن أن تصبح حتى هذه الخطوط العابرة لأوكرانيا تحت التهديد. حاليا هناك عقد ما بين شركة الغاز الروسية غازبروم وشركة الغاز الأوكرانية، والاتفاق جار ويتم القيام به والالتزام به من قبل كلا الجانبين، فلا أرى لما سيتوقف الأمر. أوكرانيا أعلنت أن أحد الأنابيب التي تمر عبرها، أحد هذه الأنابيب استهدف، ولكن بالخطأ قبل بضع أسابيع أو قبل أسابيع عدة، فكان مجرد إعلان أوكراني لمحاولة للحصول على دعم أكبر من أوروبا، ولكن إمدادات الغاز مستمرة. وأظن أن هناك احتمالات عالية أن الشركات الألمانية سترضخ وستدفع حسب الشرط الذي وضعته روسيا، حسب حسابات حسابين، حساب أحدهما باليورو والآخر بالروبل، وسيستمر الغاز الروسي حينها بالتدفق. الوضع ما بين دولتين، أي بين ألمانيا وفنلندا وما بين ألمانيا ونمسا وبولندا، مختلف، فليس هناك وحدة في الصف الأوروبي، كل دولة على حدة، وينظر لكل دولة كحالة منفردة، فلا يمكن للجنة الأوروبية ولا الاتحاد الأوروبي أن تطلب من الجميع أن يتصرفوا جميعا كما لو كانوا في خندق واحد. لذا سيكون التعامل مع كل دولة على حدة. أوروبا منقسمة حول كيفية التعامل مع روسيا من ناحية الطاقة، والأمر نفسه مطابق للغاز، فلا يمكنهم اتخاذ قرار واحد ولا يتحدثون بصوت واحد، وهذا هو حقيقة الأمر. طيب باختصار سأختم مع الدكتور ريتشارد من واشنطن. دكتور ريتشارد، هل في قلق أن تتسبب هذه الأزمة في مشاكل وخلافات رأي بين أمريكا وحلفائها في أوروبا بسبب تداعيات مشكلة الغاز؟ هل يمكن أن يزيد خلاف الرأي بين أوروبا، الدول التي تعتمد على الغاز الروسي، أمريكا التي تدعو للتخلص منه، وبالتالي تصبح هناك مشكلة بين الحلفاء؟ أظن أن هذا احتمالية. فالعلماء السياسيون يتحدثون عما يسمى بلعبة التحالفات، أنه حتى ضمن التحالفات نفسها، وكثير من دول الاتحاد الأوروبي ضمن حلف شمال الأطلسي، أن هناك اختلافات وانقسامات ما بينها. فنرى على سبيل المثال أن ألمانيا تعتمد أكثر بكثير على امتلاكات الطاقة الروسية من إيطاليا أو فرنسا على سبيل المثال، فسيكون عندك فروقات في الرأي بتباينات مختلفة والعقوبات وتطبيقاتها وتأثيراتها على بالنسبة للاتحاد الروسي. وأظن أن هذا أمر يعول عليه الرئيس الروسي على المدى القصير في محاولة لخلق الفرقة ما بين الفرقاء، بينما يمضي وقدما في عملياته، وبينما هو يمضي بإجراءاته العقابية ضد بولندا وغيرها وفنلندا، فهناك وجهة النظر الأعم أنها لعبة شطرنج في نهاية المطاف ما بين الرئيس بوتين وحلف شمال الأطلسي. فلا أظن أنه بمفاجأة على أي منا، بما أن بايدن الآن في آسيا في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي لحلفاء الأمريكيين في مواجهة الصين، لأن ما تحاول الولايات المتحدة القيام بها الآن هو محاولة إيجاد جبهة ضد الصين
في محاولة لإبعادها من روسيا وأن لا تكون منفتحة للغاية على مصالح روسيا. إذا فهي لعبة شطرنج كما قلت، وما الذي سنراه في نهاية المطاف إذا ما استمر الأمر لأشهر وللسنوات القادمة هو اختلافات متزايدة وتعميق لفروقات بوجهات النظر ما بين الحلفاء وتطبيق العقوبات، وعلينا أن نرى كيف سيجري الأمر. أظن أن هذا جزء من استراتيجية بوتين منذ البداية. شكرا جزيلا لضيوفي في هذا الحوار. كان معنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور ريتشارد تشاستي. الشكر أيضا موصول لضيفنا من جنيف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي. وشكرا لضيفي من موسكو كبير الخبراء في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة ستانسلاف ميتراهوفيتش.